اللقاء اليوم يأتي في إطار الدورة 9 من الملتقى الدبلوماسي لإطلاق السفراء الأجانب المعتمدين لدى صاحب الجلالة وممثلي المنظمات الدولية على الأهمية التي تليها بلادنا لفئة الشباب. هذا الشباب الذي يحتاج إلى استراتيجية مندمجة، وكذلك لإطلاع السفراء على أهمية الثقافة، يعني مع تعدد والتنوع واختلاف أوجهها المادية منها ولا مادية، وكذلك للحديث على الاتصال وما يعرفه من دخول فاعلين جدد يساهمون في تنميته وبالتشغيل فيه ويستعملون وسائل تقنية وتكنولوجيا متطورة.